واهلا وسهلا، سلسلة جديدة سيتي سكاي لاين. طبعا سيتي سكاي لاين لعبها من زمان انا، لكن نزلوا اصدار جديد اسمه ماس ترانزيت اللي هو المواصلات العامة الحين اللي هي كان بنبدأ جيم جديد. خلنا نكتشف الجيم معاكم وشو نسوي. طبعا انا مدمن الالعاب، قبل لا ابدا اسجل اصلا العاب على اليوتيوب كنت العب العاب كلها سيتي وسيتي ميكنج وسيتي بيلدينج وغيره، وفي بعضكم اللي يعرفني يعرف انواع الالعاب اللي العبها، بس شكله يبالي جزر يعني. اوكي نب ها اوكي، سكان يسار، حلو حلو، نفس شوارعنا، فيري نايس. عندهم الاوبشن هذا، خلوه المضيعون، مو نسوق سكان يمين نحن. شوف فيها بترول، فيها هذا، فيها جزر. شو نبدأ؟ شو تبون؟ خلينا نشوف ساندي بيتش، دايموند كوست، والله شكله حلو هذا. بنطور سياحة، بنطور مصانع، بنطور وايد امور، بس لازم نشتري اراضي ونفصلهم. لكن الحين في الحلقة الاولى اول شيء بحاول اختار مكان جميل. بلاك وودز، ريفر ران، لا خلنا نشوف. انا عيبني هذا الصراحة، ساندي بيتش الصراحة شكله من الاخر، وفيه شير وفيه موارد، فيه حصى وبترول وغيره، يعني مش تو سيناريو. لا طبعا لا، استارت، خلنا نبدا الجيم، خلنا نبدا في هالحلقة هاي. بنبدي اساسيات المدينة وبنحط الخدمات العامة للناس. طبعا بحاول اسوي المدينة في الوسط. اللي جديد على اللعبة هاي بحاول اشرح بعض الكنترولز، واذا تبون شرح على بعض ادوات انا استعملها في اللعبة هدوها في الكومنت تحت، وبخلي لكم انا الشرح اللي تحتاجونه كله عن اللعبة. ممكن تبدأ يا جيم يعني لو سمحت، يعني الناس تتريق ترى. اوكي ابدأ، اشجع شوي اساس يتحمس. هل نخف صوت اللعبة شوية زايد اوديو من فوليوم للنص الحين احسن. اول شيء في اللعبه طبعا لازم اي صوب. خلنا نشوف خلنا نشوف اي صوب. خلنا نوقف الوقت، ما نحتاج عقب. نصيحه، وقف الوقت يوم تبدون، اكيد بتكونون زعلانين، اصلا ما في سكان، اهم شيء نهدمه. انا اقول لكم بنبدا في الشارع طبعا. اوكي يا صديقي، اوكي احس اني وهكت نفسي في الخريطه هاي، بس لا بعد اتس فيري نايس. ليش؟ لان نحن انا ما ببدا بشارع صغير، او مجبور ابدا شارع صغير، ابغى ابني مدينة على البحر. بلوكات زين، فهاي بتكون اساسا المدينة مالي الحين. طبعا ما نبغى شارع اتجاه واحد، الحين شارع اتجاه واحد شي بيكون صعب. المدينة تحتاج خدمات، قبل لك عندك سكان، بومبونج ووتر، الاتجاه، ها شيء مهم لازم تعرفونه. هذا الدرين بايب، شوف درين بامب ويست اوف ووتر، يعني الزايد من المدينة مجاري ولا غيره راح يهده، فهذا مهم انه يكون بعيد عن الماي نفسه، مصدر الماي. انا في العادة احب اعقف اخر الخريطة، بس نحن بنفتح الخريطة، يعني بيكون هذا هني، بيكون الماء في هالمكان هذا. طبعا لازم اوصلهم كل شيء هني، الماي بيبرد. ويحتاج كهرباء المدينة، طبعا الكهرباء شيء اساسي للكل. بنحطي عند الماي، بس فيه شوي نويز بلوشن، ما بسبب لهم نويز بلوشن وتو بادين الجيم. راح احطي هالمكان هذا زين. والحين نبدا الشوارع. الشوارع بقسمها، هذه 10 بلوكات، هذا 20، هذا على خط هذا، وبنسوي في وسط المدينة. طبعا بنحتاج شوي شوارع فرعية على اساس ان الزحمة ما تستقبل، استقبلت عندهم مخرج ثاني للشارع. انا شوي لعوزت عمري بالطلعة هذه، بس ممكن اسوي بالطريقة هاي اساس اوصل الشارع. والشارع احاول اني ما الزق 100%، لان هني توسعت الشارع بعدين راح تسوي لي مشاكل. انا اعرف اعرف راح تسوي لي مشاكل، اعرف. بنحتاج مناطق سكنية، انا مخلينا
على البلوك خلف بنصب غصب مناطق سكنية محتاج دكاكين تعيشين بدون دكاكين ما يصير. ما أن الهواء هذا الصوب طبعا نحتاج المصانع لصب الدكاكين. الدكاكين ما تأثر وايد في المصانع نفس نفس البيوت. طبعا محتاجين نقطة وصل بعدين بنشوف بعض الأمور اللي تساعد أصلا على تخفيف الزحمة. تصميمي شوي عشوائي هالمرة بس I think it's fine. يعني مش ان الاوكي بس الارض شوي نازلة هني قاعدة تنزل بس الامور طيبة. هذا بنحط لنا شوي مصانع وايد مصانع هاي مش شوية اوكي خلنا نشله اوكي. الحين بتبدأ اللعبة عندنا. طبعا الكهرباء لازم توصلونها تكون واصلة هني والكهرباء لازم توصل في الماي والماي بنمد له شوارع. خلينا نرتبها على الشارع يكون اسهل حق الحسن. الشارع اصلا مو بسيده. شارع اصلا الشارع هذا تعبان بس الشارع اسهل نوصل ماي وشوية مرتب. الكهرباء من تتوصل شوي عندنا من تتوصل الكهرباء عن طريق البيوت بشل النقاط هاي. خلينا نشوف شو قاعد يسوون. وين الشعب؟ يقولون عندي 128 ساكن 145 زوينهم. ما حد عنده سيارة ما حد عنده شيء ما حد عنده بعدين بقارة بعدهم فقارة. ما هذا في مصانع طلعت في وظائف مصانع بتطلع دام عندنا الديماند حق الأوفيس بيطلعون ماشي مشاكل. يمكن نحتاج نسوي غير. الحين لازم نلفل المدينة. تلفل المدينة طبعا هاي المدخل اللي احنا راح نكون فيها. راح نتوسع بالطريقة هاي على الشوارع العامة. المدينة لازم عشان تتطور لازم تجيب اتشيفمنتس والاتشيفمنتس محتاجين سكان والسكان محتاجين خدمات. ريتش مايل ستون اوكي. اذا وصلنا هالبوبيليشن هذا راح يفتح لنا ضرائب طلع منها فلوس راح يفتح لنا الخروض نقدر ناخذ خروض. وطبعا هني بتبدا عندنا شوي رحله البناء محتاج تعليم هيلث بعدين بعدهم بيطلع لنا الشرطه والمطافي لان الجماعه تحب تحرق بيوت بشكل لا تتوقعون بيحرقون بيوتهم. لا تتوقعون بيتهم ويحرقون بيوتهم. انا اصلا المفروض اخليكم اخليك انت هني. بنحتاج مصنع زياده يب عم بس بس نبني مصانع زين. ليش زعلانين من اولها تبون وايد مصانع بعدين بينقصنا ناس نقصنا ناس نقصنا. الهدف اللعبة هاي طريقة المواصلات مفروض تكون جديدة. بحاول اي من المدينة هاي وامتد لين هني واطلع المصانع برا وبدخل بيوت هني يمكن بعد بس بيكون مكان حلو حق جسر. يعني هذا الحين خلصنا احنا اول واحد براويكم شو استوى. انا هني مكان حق جسر جميل الصراحة جدا جميل. اهم شيء حركة المي. خلصنا هذا طبعا فتح لنا بعض الامور تحت وتشوفون فتحت. اول شيء جماعة يحبون يلوثون البيئة انا بنحط لهم كنترول. هذا يجمعون زبايل. تجمع الزبايل ترى ما يحبون الناس ولا يفضلونه يبدأون يمرضون ويموتون علينا ونحن ما نبى الناس تموت. انا احب هني يوم ابني شوفوا خط هذا 10 بلوكس خطين 10 بلوكس يكون ارتب يوم بيبنون اسهل لكم. بس انا هنا شوي تلعبت في انه لو جبت الشارع سيده او بنيتهم سيده على الشارع كان طلع صح لكن على بعض التخبيص لا يضر. يعني
شوي ما يضر، نحط لهم حق ال لهم، خلنا نشوف الريديوس، لهم بقدر امد الشارع جنبه بدون مشاكل. حاطين لهم دكان مرضى، مش دكان، عياده، عياده طبعا، عياده تخلص يبون مقبره. في البدايه احلى شيء تبدون الامور عند بعض، لكم لو بديتوها وايد بعيده عن بعض بعدين بتتلعبون في الشرطه. يعني لو حطينا المصانع هاي على سبيل المثال هني وحطينا البيوت هني، بيستوي لازم نبني صحه هني وصحه هني، ونبني شرطه هني ونبني شرطه هني، يعني نبني يمين ويسار ونحن سايرين. وهاي دبل تكلفه، وحاولوا تقللون تكلفه في اللعبه، لان وهني يوم ببني احاول اني ما اسد على امتداد المستقبل، اني بنزل لتحت في النهايه، فخلونا ما ننزل وايد لتحت. الناس بيجون في البدايه كحركه اللعبه بطيئه، لكن مع الوقت شوي شوي بيزيدون، ترى بيزيدون. انا اظن لازم شوي اسوي مكان او مجال حق توسعه، بس هذا راح يمنعني من توسعة هذا، وهذا راح يمنعني من التوسعة. انا شوية وهكت نفسي، شوف لا يمكن اني اسوي له بقريت، لا يمكن، يمكن اسوي له بقريت ثاني عقب، يمكن المدينة الجديدة تكون كلها شوارع كبيرة، بس مو مشكلة، يمكن نحن بعدين نبني وخلاص. نبني لنا شارع هني، بلوكس بلوكس بلوكس، الشارع الثاني نبدأ في الشارع الأساسي. تو عندنا بلوكس راح أفصله، وتم بني على القياس هذا. توسع شوي مستقبلية لكن بتخدمني خدمة لي. ما ميلت، لو ميلت شوي بس عادي، الأمور طيبة. احنا محتاجين سكان، يا هلا السكان، بنبني شوي سكان ونخلي مجال حق الشرطة هني. بوصل الشوارع، إذا وصلنا الشوارع ببعض الشرطة يحصلون سهولة في أنهم يتحركون من مكان لمكان، يعني حتى لو مركز الشرطة يكون هنا لأن عنده شارع يمشي عليه أسهل ليوصل، ما يعلق في الزحمة. الزحمة تفرق وايد، فتحوا لنا الإيكونومي ليفل. الحين أنا ما بلعب في هذا، بخليه بعدين، بس هني نقدر ناخذ القرض. أنا ما باخذ قرض حاليا، أنا حاليا الهدف هو التالي، نحن نبغى اللي بعده. أيوه نبغى اللي بعده، نفتح البوليسيز. اهم شيء عن الفاير بوليس ديبارتمنت وينيك بيلدينجز بتفتح، وهاي اللي تجيب سياح وزوار. ما نبغى قروض حاليا، حاليا خلينا نبعد عن القروض. اللهم ابعدنا عن القروض. عندنا نقص كهرباء، ايوه هذا يمكن يخسرني شويتين. عندي 19000، عندي 19000، لكن 19000 هاي قد تكون وايد، لكن 19000 هاي اللي راح تسويه راح تخلي لنا مجال خسرناهم الحين، انه يكون عندنا كهرباء وايد، والكهرباء وايد مهمة. يعني معظم خلنا نسرع اللعبة شوي، الحين استوى عندهم كهرباء، يستوي البناء اسرع وايد بمراحل اذا عندهم كهرباء، يستوي شيء جميل الصراحة، يفرق وايد فرق. على قولتهم الانجليز لونج رن، على المدى الطويل بيفيدنا وايد. والحين بنتم منوازن ما بين السكان وهذا، لان انا اوصل لاتشيفمنت هذا محتاج 750 واحد. بنحط الدكاكين هنا، دكاكين مفيدة، بس دكاكين برسمها، دكاكين برسمها هنا، بنحتاج شوية دكاكين. نسيت اوصل مي يا صديقي، كيف الناس يعيشون بدون مي؟ ما اسر الحياة، ما اسر الحياة. خلنا ابن المدينة، خلنا ابنها، خلنا من المدينة، نحط لهم ماي، المكان متغطي كامل. حلو تباع الشوارع شيء جميل، يوفر بعض المتاعب، بس هذا زين، هذا خزان ماي اللي ينتج زايد، يعني يكون عندك
وقتين، في وقت الناس ما تستهلك فيه وايد مي، هذا يجمع من انتاج محطة المي ويخزنه حق استعمال الظهر، فيكون دائما عندهم مي اظهر او المغرب او الليل بغض النظر يعني الوقت اللي ما يستهلكون فيه وايد مي، فهذا وجوده جميل جدا جميل. اوكي اوكي بنبني ناس زين، نباهم يتطورون شوي ممكن. طبعا لا ما بهني، بنبني هني محلات تجارية وهني ناس بتسكن، واللي بيسكنون هني قريبين على دوام المصانع بيكون اوكي حكم. الحين لان بتوسع بعد شوية congratulations، انا شوي توهك يعطوني فلوس بس الفلوس يمكن ما تكفيني لان اصلا راح يكون غالي. ايوه هذا 12000 والشرطة بعد مهم جدا، الشرطة 12000 راح يكفي، انا محظوظ ام لا؟ اظن اني محظوظ. شوفوا الحين النبا الشرطة تغطي المنطقة كامل من اولها لين اخرها قدر الامكان، يعني الثلاث اربع الشرطيين اللي بنظفهم بنكدهم على عينهم كذا. صديقي ناقصني فلوس يعني، ممكن تعطوني 300 درهم؟ 300 درهم تعال بسرعة، خلينا فلوس وقاب فلوس قاعد تنقص انا مو قاعد تزيد. يا ساتر يا ساتر، ما علي بيونا شوي ناس، بيونا شوي ناس، في حد قاعد يتطور، اذا الدخل نزل وايد يعني في حد قاعد يتطور. خلنا نشوف قاعد يبني الناس يوم مستانسة والرضا عالي، يبدون يبنون ويزيدون يهدمون البيوت، بس المشكلة إذا هدموا البيوت ينزل الدخل شوية بعدين يرد يطلع لفوق مرة ثانية. خلنا نشوف قام يطلع مرة ثانية. أوكي أنا أعرف يعني لعب اللعبة قبل يعني، بس نحن بنشوف المواصلات اللي وعدينا فيها. نحن ما في فلوس حكاية، هالسوالف غالية شوي شوية غالية السوالف، بعدين يبغى نبطلها بالمهمات. المهمات جاية على الدرب بنشوفها نحن، مو مشكلة. بالطريقة هاي نكون نحن الحين بنحط أساس المدينة الأساسية، الأساس المدينة الأساسية وايد مهم إنه يكون ممتاز، على أساس إذا بدينا نتبع المشاكل وندور فقط المشاكل ما راح نخلص، ما راح نخلص أبدا. أيوة هذا مكانه ممتاز، نشوف يمكن أبدل شوية بيوت في المطافي حق الموقع الرومانسي، سامحوني لكن لإرضاء الكثير نعت الغرير القليل سوف نلغيهم، سامحونا جدا. زين الحين اللي نبغى انهم يتطورون شوية، شوف مستوى الموية عندنا ممتاز، الكهرباء خلاص انا غطيتها، دفعت يعني شهريا فلوس ودنيا، هذا بعدين بندخل فيه البوليسيز، الحين راح يكلفنا فلوس وبعدها راح دخل علينا فلوس وبعدها راح يطور المدينة. هاي المدينة الحين استوى عندنا تغطية تعليم حاليا تقريبا، على امل ان التعليم يكفي، لان التعليم مشكلة في اللعبة هاي، التعليم من اقوى المشاكل اللي ممكن نواجهها. وعندنا هذا قد ما نفتحه اسرع قد ما يكون افضل. انزين هذا بالنسبة للوضع حاليا، بدينا في هذا، بنزيد شوي بيوت، ما يبغى لنا وايد محلات الحين، بنحط البلوك هذا كامل بيوت بيوت بيوت، روح المصانع، عند المصانع راح نحط اللي هو محلات تجارية، لأن مثل ما قلنا ما يتأثرون بالتلوث نفس تأثر البيوت، تأثر البيوت تأثر كبير يتأثرون. نحاول ما ندخلهم في التلوث هذا، البيوت راح يمرضون، يبون علاج اكثر، يبون مستشفيات اكثر، يبون دنيا اكثر، يبون وراح يطلعون روحنا يعني. Remember to need services الى اخره الى اخره الى اخره. طبعا عندك في مهمات اذا نحن تمينا نسويها راح تاثر وايد. هذا بالنسبه لنا، بدينا المدينه الاساسيه والحلقه الاولى
بنكمل بعدها بنحاول نحط الأسس، نوسع المدينة ونوصل لعدد سكان أكبر. نشوفكم في الحلقة القادمة.